خليني اروح للاستاذه مها محرم، مؤسسه جروب مصر تتقدم، وهي اول من فجر هذه القضيه. مساء الخير استاذه مها. اهلا بحضرتك يا استاذه شفقي، وبالدكتور، برحب بالدكتور اللي مع حضرتك. اهلا بيكي. قولي لي القضيه دي انت عرفتيها ازاي؟ يعني اتفضلي. بصي اقول لحضرتك على حاجه، الاطفال او المراهقين عموما اكتر حاجه هم عندهم حاجه اسمها ترند، وعلى التيك توك طبعا والكلام ده، فهم بيشوفوا الحاجات دي وياخدوها من التيك توك وبيقلدوها. يعني بيشوفوا ده وبيقلدوه، ايه الترند اللي طالع ونعمل زيه. صح. فهم من على التيك توك لقطوا الحاجات دي، طب تعالوا نجرب، طب تعالوا نعمل، طب تعالوا نشوف. واحنا المفروض يعني يبقى في توعيه، مش بس في المدارس، لان زي ما سمعتي نور من شويه بيقول لك ان انا ما عملتهاش، ما كنتش في المدرسه. يعني عملها في الصيف في الاجازه، ممكن يبقى في النادي، في الشارع، في مول، في اي حته بقى فيها شباب. حته فيها شباب بالظبط كده اهو، يعني في طيب. اي مكان يعني ممكن يعملوها، مش شرط بس المدرسه، بس طبعا المدرسه بتبقى تجمع اكبر او عدد اكبر، فبيبقى الخطر ازيد. اكيد. انا كمان شفت الحقيقه فيديوهات، يعني انا الاول قلت ممكن الذكور يبقى عندهم هذه، لكن لا، ده فيها بنات واولاد، يعني لا ده مش مرتبطه بنت او ولد. بنات. اتفضلي. يعني اغلب الفيديوهات اللي عدت عليا كانت بنات. هقول لحضرتك على حاجه، الترند اللي طالع او اللي لفت انتباهي كمان اليومين دول مدارس بقى، ان الطلبه تروح المدرسه بسوري يعني بالكروكس او بالسليبر شبشب. ده ترند طالع جديد، انا لسه شايفاه. يروحوا المدرسه بشبشب، بس هنا فين المدرسه؟ يعني المدرسه كمان هنا لازم يبقى عندها دور. بالظبط. اروح المدرسه وانا لابس الشوز بتاعتي فرده وفرده. لا يعني ماشي، دي ممكن تبقى اذا كانت دي عاجباهم. لا ما انا هنا يعني وانا كطالب، لا لا لو حاجه رياضيه، لكن هي الخطوره. بوصل ايه الرساله اللي انا بوصلها، وانا بقول ايه؟ يعني وانا بعمل كده ليه؟ حاجه وشفتها على التيك توك وترند وطالع، هو انا كطالب يعني او انا كاخصائي اجتماعي، انت يا حبيبي او انت حبيبتي، انتوا عايزين توصلوا ايه؟ انتوا بتقولوا ايه؟ يعني طبعا. ايه الرساله اللي انت كطفل عايز توصلها؟ يعني دخلي من باب المدرسه لابس فرده وفرده، هو انا ما دخلكش يعني، انا من اولها كده من دم. عموما بصي، علشان احنا كمان بنتكلم على الموضوع اللي بيهم صحتهم ده، واللي هو فعلا مقلق. انا بتفق معاكي، هو كمان لازم نبقى شايفين دايما في عيون على اولادنا، مدرسه بقى، نادي، بيت، اي مكان، علشان صحتهم اهم من كل حاجه. يعني انا بشكرك جدا استاذه مها محرم، مؤسسه جروب مصر بتتقدم.